فدخل علي تحت الكساء سلوات اللهم صل
مهم لمن أهمهم إنه من نوان منهم فاجعل صلواتك وملائكتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعن واسمنهم رجس وتحينهم تتهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكة يا سكان سماواتي إني ما خلقت السماء مبنية ولا عرض مدحية ولا كمالا منيا ولا شمسا مزينة ولا فلقا يدور ولا بحرا يجري ولا فلقا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساب. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء. فقال عز وجل جل هم أهل نبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعنها وبنوها السلوات. اللهم صل على محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتعزني لحمك للأرض ليكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد عزمت لك. فهبت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يخلق السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزة وجلال إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا كمالا منيرا ولا شمسا مزينة ولا فلقا يدور ولا بحرا يجري ولا فلقا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقناعتنا لندخل معكم. فهل تعزنوني يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا من وحي الله إنه نعم كان عزنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء السلوات. اللهم صل على محمد. أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. قال عيون لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق النبي واستفاني برسالتي نجم ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل العزة وفي جمع من شيعتنا ومحبنا إلا ونزلت عليهم الرحمة وخفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد. فقال النبي ثانيا علي والذي بعثني بالحق النبي واستفاني برسالة نجيما ذكر خبرنا هذا في معرف من مهافي أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبنا وفي محموم الله وفرج الله هما ولا مهموم إلا وكشف الله هما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة والرب القاب سلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله وملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم